لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. رمضان الشهر الفضيل يلي كلنا مننتظره لتجتمع العيال، هو أيضا شهر التفكير بالآخر، وبهيدا الإطار عم بتعيش مدينة بعلبك من خلال النشاطات يلي عم بتقوم فيها الفعاليات من منظمات وجمعيات أهلية، وذلك من خلال النشاطات الترفيهية لسيما للأطفال، إضافة إلى توزيع الوجبات الرمضانية على المحتاجين. بعلبك أو بلد العيد مثل ما بتقول فيروز، نتمنى يرجع للأمن والسلام بعد الغارات عليها، وترجع تفتح إيديها وقلبها وتستقبل كل اللبنانيين مثل ما عودتنا بالصيف يلي جاية، وهي بلد الحب والضيافة وأهل الشهامة والكرم.